صاحبة مقاولة. أيها الحضور الكريم، كل واحد من المسؤولين وصفته بما فيهم المؤسسات المقاولة النسائية. شكرا مستعدة لتسجيل النساء في الختام، وكدليل أن معنا طبعا الحاج مروان قامت الهيئة المغربية للمقاولات في مكتبها الجهوي برباط سلا القنيطرة، الملتقى الأول جهوي حول آليات دعم المقاولات. وعن هذا اللقاء كيجي بعد تأسيس المكتب الجهوي للهيئة، وهو كان ثاني مكتب جهوي تأسس على المستوى الوطني اللي كان 17 مارس 2023 بنفس الغرفة. أكيد أن الغرفة دعمت الهيئة في تأسيس ديالها، وتمن هذا التأسيس بشراكة في الأسبوع الماضي اللي كانت شراكة اللي هي مهمة جدا باش نحاولوا نتعاونوا إن شاء الله في تنزيل واحد مجموعة ديال البرامج والأنشطة المشتركة. فهذا اللقاء وجب شراكة مع الغرفة، حاولنا أننا نستدعي واحد مجموعة ديال المؤسسات العموميه اللي كتشتغل في دعم مواكبه المقاولات، بحال مغرب مقاولات، بحال لانابيك، بحال احد الابناك اللي هي دار المقاول. المجلس الجهه كذلك مشكور في الشخص النائبه ديال الرئيس اللي عطتنا واحد المجموعه ديال الاشياء الجديده اللي غتكون في احداث التكنو بارك على المستوى الجهوي. الغرفه كذلك هي تساهم في دعم المقاولات والمواكبه ديالهم خصوصا حاملي للمشاريع. فأكيد أن برامج جديدة من أوراش، من أنا مقاول مغربي مقاولات كذلك عندها متابعة تقنية المواكبة دعم استثمار كذلك. فهذا اللقاء هو مهم جدا، آلية من آلية التواصل لتقريب معلومة من المقاولة، ونحاول أننا نواكب على قدر الإمكانيات المتاحة في تنمية وتطوير المقاولة بالجهة ديال رباط سلا قنيطرة. فالهيئة مقبلة إن شاء الله على تأسيس مكاتب أخرى على المستوى الوطني. كذلك في الشهر المقبل سنعقد المؤتمر الوطني الأول بعد تأسيس 4 مكاتب جهوية، الآن في طور تأسيس مكاتب أخرى. فطبعا هدفنا هو المواكبة ديال المقاولة، الدفاع عن المصالح ديالها، وتأطير المقاولين، وكذلك العمل على تأطير بعض القطاعات المهنية. أكيد أن تأسيس ديال مكتب الرباط هو دعامة أساسية حكم العاصمة ديال المملكة، واللي عطي الهيئة تواجد وحضور قوي على المستوى الوطني، خصوصا المحور ديال طنجة الدار البيضاء ومحور أساسي لا اقتصاديا ولا على مستوى الصناعي بالدرجة الأولى. فالهيئة بعد الملتقى الأول اللي كان في طنجة حقت إنجازات كبيرة الحمد لله. الان حضور ديالها قوي لا على مستوى رفع المذكرات ترافع المقاولات، لان الشغل على مذكره ديال القانون الماليه سنه 2024، كذلك ان الشغل في نادي الاعمال وهو نادي دينا تجربه في طنجه، لقاء شهري كنجمعوا فيه المقاولات باش يتبادلوا الخبرات ويحاولوا يعملوا لقاءات اعمال ثنائيه باش يطوروا البيزنس ديالهم، كذلك يكون فرصه انهم يتكونوا في مواضيع جديده اللي غتعاونهم يطوروا المقاولات ديالنا. في طور احنا الان في طور تاسيس الجهه ديال مراكش ان شاء الله، الجهه الشرقيه كذلك، الاقاليم الصحراويه تحظى باهتمام كبير من الهيئه. فاحنا تدرجا سنسعى الى تاسيس مكاتب جهويه. هدفنا ان الهيئه تستكمل الهيكله ديالها في اواخر سنه 2024. نتمنى ان نتحقق هذا الهدف، وان شاء الله تضافر الجهود ديال الجميع نوصلوا ان شاء الله للمتغ. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.